تسجيل صوتي يهز تندوف ويكشف عن انهيار البوليزاريو. تواجه جبهة البوليزاريو بحرج بالغ تسريب تسجيلات صوتية خلال الندوة الأطر العسكرية، تحدثت عن انعدام جاهزية الجيش وضعف إمكانيته وانهيار معنويات عناصره. وكشف منتدى مؤيدي دعم الحكم الداسي بمخيمات تندوف المعروفة اختصارا بمنتدى فرصتين أن تسريبات صوتية جديدة فضحت الواقع المزري لمقاتلي جبهة البوليزاريو والوضع المأساوي الذي يعيشونه بالنواحي العسكرية. وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بتسجيل انتشر للمقاتل والإطار العسكري البشير مولود محمد، وذلك خلال مداخلة له بندوة الأطر المنظمة بإشراف من جبهة البوليزاريو، وأجلت مرات عديدة إلى حين رجوع إبراهيم غالي إلى المخيمات بسبب توافر معطيات عن استغلالها لإعلان شغور منصب زعيم البوليزاريو، وهو السبب الرئيسي للتأجيل بعدما كانت ستنعقد في شهر مايو الماضي.